يتغير واقع الحياة بقرية بحر البقر 2 بمحافظة الشرقية، وذلك بفضل المبادرة الرئاسية حياة كريمة. واستطاعت المبادرة الرئاسية تقديم حزمة متكاملة من الخدمات لأهل القرية. هنا تغير واقع الحياة بقرية بحر البقر 2 بمحافظة الشرقية، فالمبادرة الرئاسية حياة كريمة استطاعت على مدى قصير تقديم حزمة متكاملة من الخدمات لأهالي القرية، وها هي مبادرة أنت الحياة تتوج الجهود كأول فعالية موسعة تتضمن قوافل طبية وثقافية وفنية ل 35 ألف نسمة يستحقون حياة أفضل. احنا هنا جايين في مبادرة أنت الحياة، دي تحت غرار مبادرة حياة كريمة لمبادرة فخامة الرئيس، ان احنا لازم نوصل للريف المصري ولازم ننزل لكل مواطن عشان نلبي له كافة احتياجاته. النهارده ربنا كرمنا واحنا جايين بناء على تعليمات معالي الوزير معالي وكيل الوزارة ان احنا جايين ومعانا 7 عيادات طبية هنا، معانا عيادة البطنة ومعانا عيادة الأطفال وعيادة العظام وعيادة الرمد وعيادة للتطعيمات كاملة، تطعيمات كورونا سواء جرعة أولى أو تانية أو تنشيطية، ومعانا كمان عيادة لتنظيم الأسرة وعيادة للنساء. حضرتك احنا جايين هنا بالمجان، الكشف والأدوية كلها بالمجان، حضرتك ما فيش أي مقابل، الدكاترة كلهم هنا موجودين عشان راحة المواطن المصري. جيت ناقصت السكر وكتبوا لي علاج للعينين عشان أنا بنهج وعصابي وجعاني من السكر، عند السكر شديد. 6 أيام متواصلة يتم خلالها تقديم خدمات طبية تشمل الكشف على الأهالي بالعيادات المتنوعة وعمل الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، إضافة إلى ورش عمل لتعليم السيدات الحرف اليدوية. والله طبعا عيادة البطنة متخصصة في الأمراض البطنة، خاصة الأمراض المزمنة، يعني زي أمراض الضغط، أمراض السكر، وفي حالات بنشخصها زي أمراض الكلى، أمراض القلب، كل حاجة متعلقة بالبطنة تشخيص علاج. إقبال يعني على القافلة كبير، وفي حضور كبير، وفي تنظيم برضو، ناس قائمين على العمل والتنظيم بشكل كبير، وطبعا بنشكر الناس اللي ماسكين التنظيم واللي مشاركين في هذا التنظيم، بيبذلوا مجهود كبير عشان ينظموا الحضور، لان طبعا عدد الناس كبير جدا، استجابه كبيره للقافله، ده ثالث يوم تقريبا، وبرضو العدد الحضور كل يوم متزايد. يعني بدانا ازاي نصمم الاشكال وازاي نختار بدايل وازاي نعمل الحرفه دي من خامات بيئيه، يعني ممكن خامات اصلا مستهلكه ممكن نقدر نعمل منها دوت، ازاي نقلل في التكلفة، ازاي نعمل افكار كتير اكتر، وبعد كده بدأنا نشتغل بقى على فكرة الالوان وازاي نشتغل على الالوان والتصميمات والحاجات دي. جينا هنا فتعلمنا الحاجة دي في المدرسة بتاعت بحر البقر وبتاعتنا وجنبنا، تعلمنا في الشغل ده وحاجة حلوة. اللي تعلمناه من مشروع حياة كريمة ان هم علمونا ازاي، مش كنا الاول نعرف يعني ايه زجاج معشق، تعلمنا المدرب علمنا طبعا ازاي نكسر الازاز وازاي ان احنا نشكله وازاي ان احنا مثلا نعمل نكسر الازاز ونشكله بحيث ان هو يطلع شكل كويس وشكل حلو. كما تتضمن مبادرة انت الحياة ملتقى توظيفي وندوات توعوية بمخاطر الزواج المبكر والامراض الفيروسية. مبادرة انت الحياة التي تنفذ هنا بقرية بحر البقر 2 بمحافظة الشرقية تقام تحت مظلة المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وهي أولى الخطوات التوعوية التي تبني الإنسان وتستمر حتى 22 سبتمبر الجاري. سالي سالم، التلفزيون المصري.